طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أصدر مجلس دير الزور العسكري بيانا اليوم قال فيه إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بدأت عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال محافظة دير الزور في شرق سوريا. وقال مسؤول كبير في قوات سوريا الديمقراطية أمس الجمعة إن القوات ستعلن بدء عملية ضد تنظيم داعش في شمال محافظة دير الزور. دعا الأردن المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من أجل وقف أعمال العنف ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا أن ما يحدث هناك هو جريمة وإرهاب. وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع تويتر: ما يحدث في ميانمار هو جريمة وإرهاب، يتطلبان تحركا دوليا فوريا لوقفهما ومحاسبة المسؤولين عنهما. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن الجيش الوطني تمكن من قتل ما لا يقل عن 119 مسلحا، بما في ذلك 19 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابي في مناطق مختلفة من البلاد. وذكرت الوزارة في بيان نشر على موقعها عبر الإنترنت أن أفراد داعش قتلوا في قضاء آشين في مقاطعة نانغرهار قرب الحدود مع باكستان. أعلنت البحرية السويدية غرق بحار بولندي في ميناء جنوب شرقي السويد الذي يشهد مناورات بحرية سنوية في بحر البلطيق. وقالت إن 2 من البحارة البولنديين سقطا في المياه في مدينة كارس كورونا السويدية في وقت متأخر من ليلة الجمعة. أجرت مقاتلات يابانية تدريبا جويا يوم السبت مع قاذفات قنابل أمريكية فوق بحر الصين الشرقي بحسب ما قالته قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية. يأتي التدريب المشترك فيما تتأهب كوريا الجنوبية لتجربة صاروخية أخرى ربما تجريها كوريا الشمالية في ذكرى تأسيسها بعد أيام من إجرائها السادسة وأكبر تجاربها النووية. تسير شركة بلجيكية ناشئة على طريق جعل العالم أكثر إشراقاً بصنع أول نظارات شمسية ثلاثية الأبعاد من البلاستيك المعاد تدويره. وبدأت الشركة التي تستلهم اسمها من أحد أكثر الأماكن المشمسة في العالم حملات عبر الإنترنت لمدة شهر للحصول على معلومات لمشروعها الناشئ. وبعد عامين من تجربة النماذج الأولية واستخدام مواد مختلفة، تقوم الشركة بتحويل لوحات قيادة السيارات القديمة وزجاجات المياه الغازية ومخلفات الثلاجات البلاستيكية وغيرها من المخلفات البلاستيكية إلى نظارات شمسية بألوان مختلفة. نهاية الموجز، في أمان الله.